سأعود لتشكيل القيادة الثورية، لأن هناك البعض يشير إلى أن هناك قيادات ولكن غير معروفة ولا تظهر نفسها حتى لا يتم وأدها بشكل مباشر أو تصفيتها أو حتى ربما محاولات النظام احتوائها بشكل أو بآخر. فيما يتعلق بقتلى النظام، أمس تم الإعلان عن 3 قتلى من الحرس الثوري وقتيل خبير مركز المحاكم أيضا في مدينة شيراز. اليوم هناك قتيلان، أحدهما من الحرس الثوري في أصفهان والآخر أيضا في سنندج من القوات التعبئة أو البسيج. إذن من الأمس وحتى اليوم 6 قتلى قيادات للحرس الثوري والبسيج، وربما هي رموز بالنسبة للنظام. ما خطورة وقوع هذا العدد الكبير في يومين إن صح القول؟ يعني هناك خطر كبير على النظام صراحة من ما يحدث في هذا الأمر، ولكن هذا الحدث يحمل جانبين. فالنظام فهكذا أنظمة يعني بشكل عام تستخدم ضحاياها أو القتلى من طرفها لتزيد من يعني قبضتها الأمنية أو من ضرباتها على الثائرين أو المتظاهرين. هذه من جهة. من جهة أخرى يبدو أن الكتلة التي ازدادت، يعني تشير التقارير إلى وصول عدد قتلى المظاهرات لأكثر من 345 تقريبا متظاهر حتى الآن، ما بينهم ما يزيد عن 41 طفل. حدوث سلسلة من الدماء واستمرار سقوط الضحايا، هذا يؤدي إلى وجود غبن كبير لدى الأهالي واستمرار وزيادة الغضب لديهم من أن النظام لا يسمعهم، وهذا يكسر حاجز الخوف أكثر. يعني حتى الآن القتلى معظم القتلى من الحكومة الإيرانية أو من قوات الحرس لا يظهر بأنهم قتلوا في مواجهات عسكرية بشكل يعني مباشر، إنما يقتلون في الأحيان عندما تتداخل صفوف المتظاهرين مع بين صفوف القوات الأمنية أو في حال هجمت القوات الأمنية عليهم، فتكون ردة الفعل باستهداف بعضهم. يعني في معظم الحالات تكون هكذا، وهي نتيجة غضب كبير. يعني عندما نتحدث عن رقم أكثر من 350 شخص ومعظم المظاهرات التي حدثت في إيران، يعني حتى الآن لم يأخذ المتظاهرون طابعا عسكريا، يعني لا تستحق أن يتم الرد عليها بقتل هكذا رقم كبير من المتظاهرين، أو بالأساس لا تستحق المظاهرات أن يتم قتل أي شخص، ولكن لم يتم حمل السلاح. حتى أن بشكل، وهذا يعني نوعا ما يبدو أن الشعب الإيراني واعي لهذه النقطة بشكل كبير، أن القوى العسكرية التقليدية المعارضة حتى الآن، سواء كانت الكردية بشكل رئيسي التي كانت نشطة بشكل كبير أو البلوشية، لم تدخل للحرب بشكل، لم تدخل في المعركة ضد النظام بشكل مباشر، وهي نوعا ما خطوة تدل على وعيهم. ولذا أن عدد القتلى، سواء ازدياد عدد القتلى من جهة النظام أو من جهة أو من طرف المتظاهرين، يدل على زيادة الحنق بين الطرفين وزيادة شعور الشعب بالمظلومية والانفلات نوعا ما. سلسلة، إذا ما لم تكن سلسلة القرارات، ولكن الحد المسموح به من القتل من المتظاهرين وفق ما كنا نراه بداية التظاهرات، حيث كان العدد منضبطا، ولكن حاليا هذا العدد بدأ بالارتفاع بشكل يومي، وهو يدل على أن النظام يعني كان هناك تحديد أو كان هناك وسمهم من قبل البرلمانيين المحافظين بأنهم يجب أن يعدموا، وهم هؤلاء سواء كانوا كفار أو يخرجون عن النظام الإسلامي. هناك رفع أو اتهامات بمحاربة، المحاربة أي ضد الكفار. هذه الاتهامات وهذه الشعارات التي ترفع من جهة النظام تؤدي إلى زيادة مستوى القتل اتجاه المدنيين، وهو ما يؤدي بدوره إلى أن تقوم المظاهرات نفسها بمحاولة الدفاع عن نفسها أو الانتقام من بعض عناصر القوات الحرس الثوري الذين يسقطون.